لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى قباء، أولا أرسل مع عبد الله بن أريقط اللي هو الدليل اللي كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الهجرة، أرسل معه أبو رافع مولاه. أبو رافع قابل النبي في السكة وهو مسافر ويعني وطلب من النبي ان هو يروح معه، أبو رافع وأبو بكر. فكان معهم عبد الله بن أريقط، كان مشرك مش مسلم، وكان يعني يسلك بهم الطرق الغير مأهولة، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء ونزل فيها بحمد الله، فأمر أبا رافع أن يرجع إلى مكة مع عبد الله بن أريقط. يعني شوف، أبو رافع وصل المدينة في الهجرة وبعدين قال له ترجع تاني المصلحة، وأعطاهما جملين جملين، ودفع أبو بكر من ماله 500 درهم، وقال لهم، وكمان بعت معهم زيد ابن حارثة، وكان زيد هاجر المدينة قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم. فبقوا ثلاثة، زيد ابن حارثة مولاه، وأبو رافع مولاه، وعبد الله بن أريقط، واداهم جملين وخمسمائة درهم دفعها أبو بكر الصديق من ماله، النبي حيدهم له كل حاجة كمان شوية حيدهم له حتى يأتون بمن بقي من أهله. ستنا فاطمة الزهراء، لسه احنا نسميها الزهراء الاسم أطلق عليها فاطمة، لسه في مكة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأم كلثوم بنت النبي في مكة، وستنا رقية مع عثمان، يعني إما وصلوا أو هيوصلوا أو لسه في الحبشة هيجوا، رقية، وستنا زينب مع زوجها أبو العاص، هو لسه ما أسلمش وهي مسلمة ولكن منعها زوجها، زوجها حبسها، ستنا زينب، زينب الكبرى، وبعد منها رقية، وبعد كده أم كلثوم وفاطمة. فدول يعني رقية مع زوجها وزينب مع زوجها، فضل أم كلثوم وفاطمة لسه ما اتجوزوش. أم كلثوم كانت متزوجة واحد من أولاد أبو لهب وبعدين طلقها، فدلوقتي من غير زوج، من غير زوج، وفاطمة من غير زوج. فالنبي بعت يستقدمهم يجيبهم، والنبي كمان له زوجتين، ستنا سودة تكلمنا النبي كان تزوجها قبل الهجرة بثلاث سنين، ومن عائشة برضو زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم برضو بثلاث سنين لسه يعني.
فدول زوجات النبي لسه في مكة وبنات النبي لسه في مكة، ومن بقي واللي فاضل يعني هيجيبوا 60 عائشة معها أختها أسماء تبع سيدنا أبو بكر، ومعها أخوها عبد الله، ومعها أمها أم رومان مسلمة، وزيد بن حارثة هيجيب والدته أم أيمن حاضنة الرسول، وابنها أسامة بن زيد. فيبقى في عدد مطلوب ان هم يجوا. فالنبي اداهم جمالين و500 درهم لشراء جمال، جمال من التنعيم علشان يجيبوا عليها الاهل الباقيين. دي الرواية بتاعت اهل السنة. عند الشيعة يقولوا لا، ده النبي بعت سيدنا علي او كان لسه بعت له عشان يجي بالفواطم، فاطمه بنت محمد وفاطمه بنت اسد ام علي بن ابي طالب وفاطمه بنت حمزه وفاطمه بنت جعفر او بنت العباس، يعني الفواطم يعني الروايات دي، ويركزوا على الروايات دي بس مفيش روايات اخرى. طب فين ام كلثوم؟ طب فين عائشة؟ فين سودة ومات؟ فين أم أيمن؟ ما يجيبوش سيرة، إنما هي دي الرواية المعتمدة عند أهل السنة. يعني هنسيبها شوية عشان هم لسه جم بعدين، يعني بعد النبي ما انتقل من قباء إلى المدينة. هو عموما لما راحوا رجعوا الثلاثة فعلا جمعوا أسرة النبي صلى الله عليه وسلم وأسرة أبو بكر وشالوهم على جمال، اشتروا جمال واشتروهم ومشوا بالنهار. دول نساء يعني، ستنا سودة وستنا عائشة وستنا أم كلثوم وستنا فاطمة وستنا أم أيمن وأم رومان، ونساء ومعهم الرجال زيد بن حارثة مولى وأبو رافع مولى، معهمش حد يعني. إنما تعرض الحويرث ابن عبد قصي واحد من المشركين لهذا الركب المبارك، وقعد ينخس في بطن الناقة جمل اللي شايلة أم كلثوم وفاطمة لحد ما وقع على الأرض وأصيبوا إصابات شديدة، إصابات شديدة، وده عمل خسيس ندل جبان، عارف زي ما اليهود بيعملوا كده. يعني انت جاي بتتعرض للنساء، تتعرض للحريم، وسايبين لكم البلد وماشيين، ايه الداعي؟ ايه الداعي؟ المقصود انهم وقعوا من على الجمل والجمل واقف، وستنا ام كلثوم وستنا فاطمه يعني تعرضوا لاصابات بالغه، والحمد لله قاموا تاني وركبوا ووصلوا المدينة الحمد لله. لكن هذا الرجل الحويرث ابن عبد قصي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم رغم المدينة، حصل كذا وعمل كذا ولم يسلم، وقال النبي لمن حوله اقتلوه وإن رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة. هذا مجرم، دي شخصيات خسيسة، تصرف ضيق، اقتلوه وإن رأيتموه متعلقا بأستركه. وده اللي حصل في عام الفتح سنة 8، فعلا قتل الحويرث ابن عبد قصي ومتعلق بأستار الكعبة، لأنه بينتهك حرمة النبي صلى الله عليه وسلم، وحرمة النبي مش أي حرمة. يعني المقصود هي دي حاجات كده لسه في طريق الهجرة، يعني النبي وصل قباء عليه الصلاة والسلام وبعدين انتقل منها للمدينة، واحنا هنرجع للحدث ده تاني، ان في حاجات مهمة، تفاصيل وزيادات ودروس
مهمة جدا، بس لما يجي وقتها، عشان النبي ساب قباء وراح المدينة في دار أبو أيوب الأنصاري، وتكلمنا الحمد لله عن يعني كيف انتقل النبي من قباء إلى المدينة ودار أبو أيوب الأنصاري واللي حصل، يعني حاجات كتيرة جدا. فلما النبي استقر في بيت أبو أيوب الأنصاري بدأ بالأعمال الجليلة هذه، بناء المسجد النبوي الشريف والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وميثاق التحالف الإسلامي. أثناء بناء المسجد في المدة دي جم أهل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ما يعني بعد مدة من بناء المسجد، مدة قصيرة قصيرة جدا وصلوا. فلما تيجي المدة دي ولما يوصلوا هنتكلم على الموضوع بتاعهم إن شاء الله. فدلوقتي احنا فين؟ احنا في بيت أبي أيوب الأنصاري وفي البداية، والنبي استقر عليه الصلاة والسلام بعد أيام قليلة جدا جدا، بعد 3 أيام أو يعني فترة قصيرة جدا، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في بناء مسجده الشريف، أول عمل من الأعمال الجليلة في المدينة المنورة، بناء المسجد النبوي الشريف. بعد كده المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، بعد كده ميثاق التحالف الإسلامي. بناء المسجد فيه طبعا دروس كتير وعبر هنتعرف عليها كمان شوية إن شاء الله. البداية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المسجد، نبني مسجد، ودي يعني طريقة النبي في أي مكان. أول ما وصل قباء يدوبك بعد ترحب الناس والتسليم واستقبال الناس وبناء مسجد قباء، والنبي انتقل من قباء قبل اكتمال بناء المسجد، يعني صلوا فيه وكل حاجة بس لسه المسجد مكملش، وبعدين النبي انتقل للمدينة، أول حاجة تتعمل برضو المسجد. المسجد أول حاجة في أي مكان، وأهم بناء أو مؤسسة في أي مكان. المسجد هو نقطة التجمع والارتكاز والعمل وحاجات كتيرة جدا. المسجد أهم مكان وأول مكان يبتدى به. الصحابة لما كانوا يفتحوا الأمصار ولما يفتحوا أرض جديدة وعايزين يعملوا مدينة جديدة، أول حاجة يعملوا مسجد، وبعد منه إيه؟ السوق ودار الإمارة والطرقات، السكك اللي هتوصل للمسجد، يعني المسجد الأول يتعمل المسجد والسكك اللي توصل المسجد، وبعد كده يبنوا دار الإمارة قصر الإمارة وسوق، أهم حاجة. وبعد كده الناس تيجي بقى تبني وتنزل، بس دي أهم مؤسسات في أي مدينة. أول حاجة كان الصحابة يبتدوا بيها بناء مسجد جامع، وبعد كده حوالين منه بقى الناس ينزلوا ويعيشوا كده، وفي سوق مهم جدا، ودار الإمارة أو دار الحكم. ودار الحكم دي كان بيبقى فيها بيت المال، بيت جزء من المقصود، يعني إن المسجد أول حاجة تتبنى، أول حاجة يبدأ بالمسجد، ده مهم جدا يعني. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد، واستدعى بنو النجار إخواله اللي هم في المنطقة دي، للنبي لما نزل في المنطقة دي هذا بوحي من الله، كان النبي يقول للناس عن الناقة دعوها فإنها مأمورة، أنا جاي المدينة وربنا اللي حينزلني منزل مباركا، قل ربي أنزلني منزلا مباركا، ربنا اللي حينزله في مكان مبارك، ربنا اللي حيحدده ينزل فين. النبي رايح المدينة ما بيختارش أنا هنزل عند مين، هو ربنا اللي محدد له الأماكن. فالناقة بركت هنا في المكان ده، لهم ها هنا المنزل إن شاء الله، أنا هنزل هنا. ده مش كده وبس، ده بعد النبي ما نزل جاله الوحي إن المكان ده يتبنى فيه مسجد. يبقى في حاجتين، إن النبي ينزل هنا، والنبي نزل في دار أبي أيوب، والمكان
ده هيتعمل مسجد، مسجد. فالنبي أرسل لبني النجار فجن، قال ثامنوني بحائطكم هذا، ثامنوني قولوا له تبن المكان ده، الحائط، الحائط يعني أرض حول المنا حيطة. قالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. والله إحنا ما، ودايما بقول للإخوة كده ما تحلفش بالله بسرعة، سيب الموضوع يتفتح له فتحة، سيب الباب. قال والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، والله ما عايزين حاجة إلا من الله، عايزين احنا فقراء إلى الله عايزين. والحائط لغلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة، هما سهل وسهير ابني عمرو، اتنين يتمى صبيان، يتمى يعني ما بلغوش لسه تحت سن البلوغ، صغيرين. فاستدعاهما النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص الكبار قالوا مش عايزين، فالنبي قال ثامنوني. قالوا نهبه لك يا رسول الله. طيب ايه ده، ايه بقى هدية مننا ليك يعني، الله على الجمال، صبيان يتامى ده صغيرين، جابوا المعاني الكبيره دي منين؟ ده بيكلموا كلام الكبار ما يقولوش. بل نهبه لك رسول الله. قال الا بالثمن. لا، فقال سامحوني، المواقف الايمانيه دي حاجه عاليه قوي، الايمان لما يخش القلب تشوف العجب. قال أسعد الوزراء نحن نرضيه، نحن نرضيهما يا رسول الله. مشغلش بالك هنرضيهم احنا. قال إلا الثمن، لازم الثمن. فأعطاهما أبو بكر 10 دنانير، 10 دنانير دي حاجة كبيرة جدا، مبلغ كبير يعني، سبحان الله، اللي تعمى ربنا ما بيخسرش، وبقالوا للنبي من غير حاجة، فجالهم التمن بالزيادة، 10 دنانير ده زيادة زيادة. وقال أبو أيوب وأنا أرضيهما يا رسول الله، وأنا كمان هرضيه. المقصود هنا أسعد بن زرارة قال أنا أرضيه في حجري، أنا اللي أقوم على شأن اليتامى دول، النبي ما رضاش. طب هنا سؤال، هو النبي ما رضاش ليه؟ دي هدية أو يعني هبة، مش النبي كان بيقبل هدية؟ إيه الفرق بين الاتنين؟ الهدية لما حد يقول للنبي دي مني ليك، بس في الحالة بتاعتنا إيه؟ النبي اللي طالب، قال لهم أنا عايز الأرض دي، أنا عايز المكان ده. لما حد يقول له إيه مجانا، النبي يقول له لا انا اللي طالب، كان المعنى انا اللي طالب، طالما انا اللي طالب ما ينفعش مجانا، اللي عايز يدي هديه للنبي يديها له ايه؟ من غير النبي ما يطلب. ولذلك كان الانصار يبعتوا للنبي احيانا لبن، النبي يشربه، تمر، لحم، من النبي ما يطلبش، هو يجي له ياخدها. انما هنا النبي اللي قال ثامنوني بحائطكم هذا، قولوا لي ثمن، اطلبوا. قالوا لا نطلب ثمنه الا الى الله. الله. وبعدين الموضوع مش بتاعهم، اليتامى تعالوا، قالوا نهبه لك يا رسول الله. لا، هبه. وقت النبي مصمم ان دي يعني هو اللي طالب. الحاجه الثانيه ان دايما الحاجه اللي فيها عبادات لازم الثمن. الهبة في ايه؟ او الهدية حاجات بعيدة شوية عن العبادات، يعني حد هيبعت للنبي لبن يؤجر، بس اكل وشرب، تمر، لحم، كسوة، الحاجة بقى اللي فيها عبادات لازم التمر. زي كده النبي لو هو مهاجر، ابو بكر كان مجهز ناقتين وقال للنبي صلى الله عليه وسلم انت ليك ناقة وانا ليا، فالنبي قال له بالثمن، بالثمن
هجرة بقى عمل جليل وعمل صالح لازم يدفع فيه مش مجانا، وهكذا. احنا بنتعلم دروس اهي، دروس وهكذا. فأبو بكر دفع 10 دنانير، ولذلك بقول لك ما تنساش بقى المواقف دي، موقف براقب، لان في النهايه خالص هتلاقي النبي بيقول لو بكر ايه، ما نفع لي ما نفع لي مال امرئ، ما نفع لي مال ابو بكر. ابو بكر في الهجره هتلاقي ابو بكر، واحنا بنتكلم لما وصلوا المدينه محتاجين فلوس، ابو بكر 500 درهم علشان يشتروا جمال علشان يجيبوا الباقيين، عايزين نشتري المسجد، ابو بكر ابو بكر، والنبي هيديله، بس الموجود معاه السيوله حاليا ماشي الاحوال. ابو بكر، ابو بكر له اعمال كبيره. اللي ما يعرفش قيمه ابو بكر واللي الناس الشيعه اللي بيكفروا ابو بكر وعمر دول ناس جهال، ناس مرضى. شوف احنا بنحكي كده تلاقي خلاص ابو بكر يخش في الموضوع، النبي يقول له ادفع، حاضر. فتم شراء هذا الحائط، يبقى البقعة الجليلة الشريفة دي تم شراءها، وكانت لغلامين يتيمين في المدينة، سهل وسهيل، حتى اسمهم حلو واسمهم كده في بشرة حلوة، يعني كل حاجة تستاهل إن شاء الله. فالنبي اشترى منهم عليه الصلاة والسلام، وقال نعمل لنا المسجد. المسجد ده ربنا اللي أوحى بيه، أمر بيه في المكان ده. إيه اللي كان في المسجد؟ كان فيه نخل، نخيل، وكان فيه قبور للمشركين، وكان فيه خرب، خرب يعني أماكن طالعة وأماكن نازلة وقمامات، ويعني أماكن خربة. فشل. خلاص تم الشراء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطعت، وبقبور المشركين فنبشت، ونقلت العظام إلى مكان آخر، وبالخرب فسويت تسوية. ودي كانت أول مرحلة، أول مرحلة. أنا نسيت أكتب لكم على السبورة مراحل البناء، هنعرفها وهنحفظها دلوقتي، سهلة. دي أول مرحلة، يبقى في نخل مطلوب إيه؟ قطعه. يجوز قطع النخيل لحاجة، لمصلحة عظيمة كبيرة جدا، فالنخل ده اتقطع، والقبور اتنبشت، فحت طلعت العظم اتنقلت إلى مكان آخر، وبالخرب فسويت. عايزك بقى تتخيل بقى معايا، ما التخيل له جزء في الموضوع. النخل ده عشان يتقطع ده لازم بقى يتشال من جدره، مش كده؟ هيتشال من جدره، وبعدين يتقطع الجدر، يتحط بعيد، وتفضل الجذوع. النبي قال لهم احتفظوا بالجذوع، ليه؟ هيتعامل منها أعمدة المسجد، وتوضع البقية في قبلة المسجد، القبلة هيبقى النخل الجذوع دي. فلازم ايه العملية دي، كذلك الجريد والسعف، النبي قال لهم اقطعوه عشان يستخدموا في سقف المسجد سقف. طيب النخل ده مين هيقطعه؟ هيطلعوه من جدره ازاي؟ يطلعوه من جدره ازاي ويقطعوا الجذوع، الجدر والجذع ده يتقطع، والنخيل والسعف ده. بدأ يبقى عايز شغل وعايز ناس، ناس هتحفر وناس هيقطعوا، الله اعلم هيقطعوا النخل ده ازاي؟ عارفين النخل الجذع بتاعه تخين، عشان ينشروه ويقطعوه ويسووه ويقطعوا الجريد والسعف عايز مجهود، عايز ناس برضو، ناس عندها صحة، ناس عندها قوة، ناس عندها نشاط، ناس عندها خبرة وعارف يفحت ازاي ويطلع ازاي من غير ما وقع نخلة على نخلة او على حد او على. فعايزك انت تتخيل بقى المشهد ده. وبعدين تم استدعاء المهاجرين والانصار، التنبيه ان هم ان في المسجد والكل يشارك، فكل كل موجود بقى ايه في المنطقه ديت. كام؟ 35 متر طول في 30 عرض. 30 متر مسافه.
شافها برضو حلو العرض والطول 35 متر. فالمهاجرين والأنصار موجودين بقى في المكان، هيوزعوا نفسهم على مجموعات. النخلة دي مثلا عايزة 5 6 ولا 10 طبعا عشان يوقعوها وينزلوا الجزء ده، ده موضوع. ولذلك بقول لك اسرح شوية، لان احنا ممكن نقول كلمتين: بناء المسجد النبوي، تم تقطيع النخل، وتم نبش القبور، وتم تسوير الخرب، انقل على المرحلة التانية. لا، انا عايزك تقف شوية. والنخلة اتقطعت ازاي؟ هو الجذر ده مش حاجة سهلة. انا اتخيل الصحابة كده وهم عاملين بيطلعوا النخلة من جذرها، خبر كم واحد مع النخلة الواحدة، كم واحد من المهاجرين، كم واحد من الانصار، ويفحطوا ازاي، ووزعوا مع نفسهم ازاي، وينشروا بقى النخلة، يطلعوا من جذرها ازاي، وينشروا لما تقع هيوقعوها ازاي بالراحة من غير اصابات، ويسندوها لحد ما تقع عشان ما تتكسرش، يفقدوها. عمل لو اتعرض علينا كده وجينا نوزعه على نفسينا كده، مين اللي هيحفر ومين اللي هيطلع من الجدر، مين اللي هيسند عشان النخله تقع بالراحه؟ ده عمل، ده احنا يقع مننا نخل كتير واصابات كتير ومشاكل. مشاكل ليش في الموضوعات دي؟ فالصحابة اتعاونوا ونزلوا النخل ونشروا جذوع وجهزوا تمام. والجريد اتقطع، السعف دف بقت المنطقة خلاص، ادي طيب. والناس اللي بتحفر القبور برضو بالراحة، هيحفر يطلع العظم هنا شوية وهنا شوية وهنا شوية، شغل. والاماكن الخربة العالية واللي واطية واللي فيها مخلفات واللي فيها شغل، كله شغال. وسيدنا عليه الصلاة والسلام معاهم ساعد دول معاهم في الشغل يعني. فشغل، خد مجهود وخد. وبعدين انتهت المرحلة دي، ايه المرحلة التانية؟ النبي قال لهم نحفر اساس تحت، احفر. فحفروا الاساس لتحت كام؟ 3 دراعات، متر ونص. زي ما قلت لك ممكن اسيب الموضوع ده وامشي اكمل اللي بعده. لا، المسافه دي اتفحتت ازاي؟ جابوا الحجاري والفاس والكوريك الجاروف، وجابوا الغلقان والحاجات، جابوا الصعب. وبعدين مين اللي كان بيفحت ومين اللي كان بيشيل تحت التراب، ومين اللي بياخد التراب فوق وبيودوه فين؟ برضو دي جيت من المرحلة التانية، متر ونص، مسافة كبيرة، متر ونص تحت. انا على ما اذكر ان هي برضو المسافة كده يعني، برضو نص متر او حاجة العمق يعني، مسافة. اللي عايز حد برضو بيحفر كويس يقعد يحفر، وناس تملى تراب، وناس تاخد التراب من فوق، وناس هتروح. عمل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل التراب معهم حتى امتلأ شعر صدره بالتراب. ياخد التراب هيروح ينقله بقى في حتة تانية، ماشي معاهم. فالصحابة لما كانوا يشوفوا النبي بيعمل كده فيقولوا ايه؟ لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. وبعدين يقولوا بقى، يقولوها بصوت عالي بقى، لئن قعدنا والنبي يعني، ما اعرفش بيقولوها ازاي بس انا بقول كده، لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل، علشان الشغل يبقى ايه؟ حماسي، نار، يلا الحفر بسرعه وشيل بسرعه وانقل بسرعه وهات بسرعه. الشغل بقى ايه؟
يشغلوا نفسيهم بقى، ومفيش بقى حد يقول ده اذا كان النبي شغال معاهم بيشير ويروح يحط التراب في حته تانيه. فعايزك انت برضو اسرح شويه غير اللي انا بقوله ده، انت ممكن تطول اكتر من كده في العمل ده. ومين اللي كان بيحفر؟ الله اعلم، ما اعرفش، ما عنديش اسامي مين اللي كان بيحفر تحت، مين اللي بيحفر كويس، ومين اللي بيعبي، ومين اللي بيشيل، ومين اللي، كل الصحابه موجودين مهاجرين وانصار، والمساحه كبيره، مساحه كبيره، 35 في 30 او 30 في 35 برضه مساحه، برضه هتاخد وقت لحد ما تم بناء حفر الاساس. الاساس تيجي بقى المرحله ايه؟ الثالثه. ايه الثالثه؟ المجيء بالاحجار. النبي حط حجاره في الاساس، والحجاره كتيره اللي اتحطت تحت قد ايه؟ متر ونص تحت ومتر ونص فوق حجاره. وبعد كده النبي كمل فوق الحجاره دي بالطوب اللبن. ايه الفرق بين الاثنين؟ الحجاره من جبال يعني، ما صخر، ممكن يبقى صخر ممكن يبقى غير صخر، حجاره مقطوعه من جبال او جايه من مكان حجاره. الطوب اللبن كانوا بيعملوا ازاي؟ يجيبوا ميه ورمله ويحطوا معاها عشب، احنا نسميه كده في التبن، واحنا نسميه قش قش، عارفين القش انتم؟ ما اعرفش بتوع زمان عارفين القش عامل ازاي؟ في ناس كتير ما تعرفش القش ولا شافته. زمان كان القش ده موجود يعني، عارفينه الناس يعني. ها؟ ما انا بقول لك القش مع ميه وتراب وممكن شويه اعشاب تانية علشان تمسك، وبعدين يحطوها في قالب ويسيبوها لحد ما تنشف. خلاص بقت كده طوب ني، ما دخلش النار، ما تسواش في النار، وتبقى طوبه وجامده. دي بقى يعني النبي كمل بيها ايه؟ متر كمان. اول تاني عشان تلاقيكم نسيتوا، الاساس متر ونص حجاره، وبعدين كمان متر ونص ايه؟ حجاره برضو، وبعدين متر طوب لبن. تمام؟ دي يعني فوق الارض قد ايه؟ مترين ونص. مترين ونص لو واحد مثلا طويل شويه طوله قرب على مترين، ها؟ لو عمل ايده كده هيجيب السقف. زي الحسن البصري كان طويل وعريض، كان يعمل كده يجيب السقف بتاع بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهم البيوت كان مستوى الحجره زي مستوى المسجد. هنتكلم عن الموضوع ده كمان شويه، بس ايه؟ عايز اقول لك ان الاساس تحت متر ونص، ثلاث دراعات متر ونص. ده جابوا له حجاره، نقلوا حجاره. جابوها منين؟ يا اما من الحره او من جبال قريبه او مناطق قريبه، بس حجاره جايبينها من مكان وهيحطوها، وبعدين حد هياخدها يحطها تحت ويرصها. موضوع الحجاره ده موضوع كمية كبيرة جدا. الحجارة اللي مطلوب جلبها وبنائها في المسافة دي، ده عدد كبير، وكله شغال، وسيدنا حبيبنا شغال. انتهت المرحلة الأولى فاشتغل معاهم في المرحلة الثانية. في مرة من المرات كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل حجرا على كتفه، على كتافه، فرآه أسيد بن الحضير. كان المهاجرين عارفين النبي يسيبوه، الأنصار لسه مش واخدين عن النبي أوي. قال: عنك يا رسول الله، سيب عنك، أنا أشيل عنك. قال: ما أنت يعني بأفقر إلى الله مني، أنت تريد الأجر، أنا فقير، أنا عايز الأجر أنا كمان.
دعها وخذ غيرها، سيبها دي وخذ غيرها. الله الله، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. موضوع التراب النبي شارك فيه، الحجارة عشان يجيبوا حجارة النبي شايل على كتفه، ليلقى عدنا والنبي يعمل، فذاك منا العمل المضلل. وبعدين الصحابة يقولوا كده عشان يحموا بعض بقى، فان شوية كده واحد ايه يقول كلمة تانية، هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، هذا الحمال لا حمال خيبر. كانوا بيروحوا يجيبوا من خيبر الحمولات تمر وزبيب وأنواع يعني المأكولات، ويجوا شالين على كتفهم لمسافة كده ويخشوا بيها، ويخشوا ايه تجارة تجارة. فالذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أوحى بهذا المعنى، وخدوه الصحابة وقالوا بقى الأبيات دي، هذا الحمال لا حمال خيبر، هو ده الحمل اللي يجيب أجر وثواب، هو ده اللي التعب عشانه، هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. الله، شوف الصحابة قالوا دي هي دي الشيلة، هي دي الحمولة، هو ده اللي يستاهل. التجارة والحاجات دي جايز جايز وكل حاجة، بس التعب في بناء المسجد هو ده الأولى والأبر والأطهر. الله، فالنبي كان يرد عليهم ويقول لهم لا أجر إلا أجر الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. لا أجر إلا أجر الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. والشغل إيه شغال، والطوب عمال يجي ويتحول وينزل، وناس تشيل وناس تحط وناس تبني. لحد ما حصل موقف بقى ايه عجيب عجيب شوية، والصحابة يدقلوا الطوب والحاجات دي كلها، الصحابة الأكابر كلهم أبو بكر وعمر والمهاجرين والأنصار كانوا بيشيلوا. أنا نسيت أقول لكم، النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبدأ في الحمل وحتى موضوع التراب نزع رداءه فوضعه على الأرض، النبي نزع رداءه وحطه على الأرض، وبعدين كده يشيل فيه التراب ويشيل فيه ولو محتاج يعني يشيل. فنزع الصحابة أرديتهم، طب دي حاجة النبي ما قالش حد يقلع يعني نص، النبي عمل كده على طول، نعمل مش عارفين النبي يعني عمل كده ليه، يمكن عشان يبقى يعني يساعده. فخلعوا الأرضية بتاعتهم، إلا حاول كمان شوية، إلا مين إلا مين، بس عايز أقول إيه الصحابة زي ما قلت لك دي مواقف بنشوف الصحابة عاشوا مع النبي إزاي، بيبصوا يعملوا إيه. النبي خلع الرداء فخلع، وبعدين النبي كان يشيل على كتفه وهم يشيلوا كده وشغالين، إلا واحد من الصحابة سيدنا عثمان بن مضعون هدومه لسه عليه، وكان لما يشيل حجر ويجيبه ويحطه كان ينفض كمه وينظر إلى ثيابه هل عليها تراب أم لا. سيدنا عثمان بن مضعون طبعا اتكلمنا عنه الأسبوع اللي فات بدون قصد، يعني زوجته ستنا خولة بنت حكيم اللي ايه اللي راحت للنبي وقالت له هلا بكر وهلا ثيب، خولة بنت دي زوجة عثمان بن مضعون، وهجرت معاه هجرة الحبش، وراجع سيدنا عثمان بن مضعون لما دخل مكة يعني دخل في جوار الوليد بن المغيرة، وبعدين لقى أصحاب النبي بيتعذبوا كده وهو آمن، هو آمن،
فقال لي المدير انا رديت عليك جوارك انت اوفيت وكده، بس انا ما انا رديت لك جوارك. ليه يا ابن اخي؟ فحد اتعرض لك؟ قال له لا انت وافي الجوار وكل حاجه، بس انا ما يرضنيش ان اصحاب النبي يعذبوا وانا لا. انا قال له طب رد عليا الجوار في المسجد الحرام. فرد الأول. وبعدين عثمان بن مظعون هو معدي كده لقى ناس قاعده ولقى معاهم لبيد الشاعر العربي المشهور، فبيقول للناس شعر، فسمع هو بيقول ايه؟ كل شيء ما خلا الله زائله، وكل نعيم كل نعيم زائله، على كل ما خلا الله باطله، وكل نعيم لا محالة زائله. قال كذبت، نعيم الجنة لا يزول. فقال الناس يا معشر قريش منذ متى يؤذى جليسكم؟ امتى انت؟ قالوا منذ ان اسلم هذا والسفهاء الذين معه، السفهاء. فبيرد على نفسه ايه يعني السفهاء ايه؟ ما تقولش كده، المهم تشتبكوا مع بعض. فحد ضرب عثمان بن مظعون على عينه فخدرها له، يعني لونه اتغير. فعد الوليد بن المغيرة قال يا ابن اخي قد كنت في ذمة وجوار ومنع، كنت في غنى عن هذا. قال لا، إن أخي إن عيني الأخرى لا تحتاج إلى ما أصاب أختها في الله عز وجل، فقيرة إلى ما أصاب أختها في الله. ده لو الثانية كمان محتاجة أنا مش ندمان. أنا مش عثمان بن مظعون، وزي ما قلت لك النبي كان يحبه قوي، ولما هاجر وأول واحد مات في المدينة والنبي بكى على فراقه، ودموع النبي نزلت على خد عثمان وميت، والنبي أمرهم أنهم يدفنوه في البقيع، وقال لهم ضعوا على قبر أخي صخرة أو طوبة نعرفه بها وندفن إليه من مات من أهلنا. ولذلك إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون جنب عثمان بن مظعون. ومين تاني يمكن؟ أول واحدة ماتت من بنات النبي صلى الله عليه وسلم رقية من زوجة عثمان، لما ماتت برضه بعد غزوة بدر النبي قال لهم ادفنوها جنب عثمان بن مظعون، والنبي سماه سلفنا الصالح عثمان بن مظعون. المقصود أن عثمان بن مظعون ما قلعش الرداء بتاعه، وكان يعني إيه لما يشيل طوبة ويجي عليه شوية تراب يبتدي ينفض التراب مع كل طوبة، ويبص كده في الكم بتاعه كده وايه، فرآه علي ابن ابي طالب، فراح جاي قايل الابيات دي: لا يستوي من يعمر المساجد ويدأب فيها قائما وقاعدا، ومن يرى عن التراب حائدا. لان هو كان لما يشيل الطوبه بيشيلها ايه؟ بعيد، مش على كتفه حتى، يشيلها بعيد وبعد كده يشوف كده هدومه جه عليها تراب. فسيدنا عاد راح جاي كده: لا يستوي من يعمر المساجد ويدأب فيها قاعدا وقائما وقاعدا، ومن يرى عن التراب حائدا. وسيدنا علي كان عنده دعابة. مين اللي سمع الأبيات دي؟ ده رجز. اللي سمع الكلام ده مين؟ عمار بن ياسر، هو شغال. فكل شوية يقول ايه: لا يستوي من يعمر المساجد ومن يدأب فيها قائما وقاعدا، ومن يرى عن التراب حائدا. ومن اللي سمع؟ عثمان بن مظعون، وعارف ان الكلام ده ايه؟ علي. وعمار ما يعرفش، الصحابه كل شويه عمال يقولوا ايه كلام كده، لحد ما عدى وقت فقال عثمان: يا ابن سميه انا اعلم بمن تعرض، انا عارف انت بتعرض بمين، لئن لم تكف لو حرفن عصاي هذه الى انفك، هضربك على مناخيرك بالعصاية. وصل الكلام لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، فغضب من اجل عمار. الطريقه اللي اتقالت لعمار، خصوصا ان عمار من اول الشغل كان يعمل ايه؟ الصحابه كلهم كل واحد ينقل حجر تقيل، وعمار ينقل حجرين. فالنبي شافه مره قال: يا عمار اصحابك ينقلون حجرا وانت تنقل حجرا؟ قال: اني اريد الاجر يا رسول الله.
فالنبي يقول له لأجر الآخرة خير وأبقى، عايز الأجر يلا. فالنبي شاف عمار شغال، وبعدين عثمان بن مظعون قال له لو ما سكتش أضربك بالعصاية، فالنبي غضب قال ما لكم ولعمار، إن عمار جلدة ما بين عيني وأنفي. والنبي حط إيده على الحتة دي، قال ده عمار ده بالنسبة لي الجلدة دي، الجلدة دي. ثم قال لعمار يا عمار تدعوهم إلى الجنة وتدعوهم ويدعونك إلى النار، مش دول تقتلك. أنا أقول لك كمان شوية، لما النبي غضب وقال الكلمتين دول عمار كذا، فجم الصحابة العمار قالوا له النبي غضب وقال عنك كلام، وإحنا خايفين بقى ينزل فينا قرآن عن علي وعن عثمان بن مظعون وعن اللي سمعوا وعن اللي رضوا وعن اللي قالوا وعن الخايفين، النبي غضب عشانك وقال عنك شهادة دي ممكن ينزل فيها قرآن علينا. شوف خوف الصحابة. فقال عمار أنا أرضيه كما غضب. قال يا رسول الله ما لأصحابك، شوف صحابك، قال ما لهم ولك يا عمار؟ قال سيقتلونني يا رسول الله، يحملون علي حجرين حجرين، هم اللي هيقتلوني. أنا صح في الأول كنت عايز أشيل حجرين، وبعدين قلت أشيل حجر وهم ما سكتوش، كل شوية حجرين حجرين هيقتلوني يا رسول الله. فقال النبي ليسوا بهم الذين يقتلونك، إنما تقتلك الفئة الباغية تدعوهم إلى الجنة ويدعونك إلى النار، آخر زادك من الدنيا شربة لبن. أنت مش هتموت غير لما اخر حاجه من الدنيا تكون شربت لبن، بعد كده انما دلوقتي كان النبي يقول له شربت لبن؟ لا، يبقى مش هيقتلوك النهارده، مش هنموت النهارده نشيل. والنبي خلاص يعني لما بشره وطيب خاطره وعمار، فالنبي خلاص صفح وعدى الموضوع، والصحابه اطردوا مع بعض. ممكن نقف هنا شوية. سيدنا عثمان بن مظعون عنده طبع مختلف، طبعه ايه؟ الناس كلها قلعت، وهو عنده ايه؟ ارتباط بملابسه كده انيق، عايز يبقى لابس وعايز يبقى، وبعد اي شوية تراب ينزلوا عليه ينفضهم ويبصوا في كمه. ايه رأيكم في النوعيات دي؟ موجودة بينا ولا موجودة؟ لا، واحد كده هدومه ايه مش عايزه يتوسع وشغال. ما سيدنا عثمان شغال، وهو ساب الحمل، ما بيشيل الطوب بس، بدل ما يشيله على كتفه يشيله على ايده ويحافظ على. وسيدنا علي عنده دعابة، يعني ممكن نضحك مع بعض، ممكن، وممكن نهزر مع بعض ممكن. طب لو حد بقى هياخد الكلام على نفسه وهيزعل، اقف. سيدنا علي وقف، اللي مش واخد باله مين؟ سيدنا عمار، مش عارف الحوار، فقعد يقول بسلامة نية، واللي على راسه بطحة حس على سيدنا عثمان، عارف ان الكلام ده ايه في الاصل ايه؟ شفت الموقف اتطور ازاي؟ وقال له لو ما سكتش هضربك بالعصا على مناخيرك. عمار ده عمار، وعثمان بن مظعون وعلي بن ابي طالب كلهم اكابر. وفي بناء المسجد. يعني لو حصل مواقف زي كده يا جماعه، ممكن ممكن بين الاكابر، واحد له طبيعه خاصه، ده ايه يعني؟ مش عذر، الناس مش زي بعض، الناس مش زي بعض. زي بالظبط ساعات في السقعه كده، ممكن تلاقي واحد في السقعه جايب لبس خفيف، هو كده بيستحمل. يا عم تقل لبسك، تقول له تقل لبسك شويه، يقول لك انا بتحر انا تمام. والعكس بقى، ممكن واحد يجي لابس سبع ثمان حاجات وثلاث بلاطين، اثنين كلسون وبنطلون من بره، ايه يا عم؟ يقول لك انا سقيع،
ده موجود وده موجود. في حاجات تانية، واحد بياكل كتير هي اكلته كده، واحد اكلته شوية هو طبعه كده. تيجي تبقى قاعد على الاكل يقوم بدري، ايه يا عم مش عاجبك الاكل؟ انت مش عاجبك اكلنا؟ انت قرفان؟ لا مش قرفان، هي اكلته كده. في واحد لما يقعد الله اكبر ما شاء الله، ايه يا عمي كل في بيتك وتعالى الى ايه، يعني نفسه مفتوحه، دخ دخ. طباع، انا بقول كده ليه؟ هنشوف الحاجات دي. طيب ممكن واحد خواف، ممكن ما بيننا واحد خواف وواحد شجاع متهور عايز كل حاجه خبط ودعك وطح، في كده وفي كده. الاختلافات الشخصية النوعية في كل المجالات بقى، واحد بخيل طبعا البخل ده صعب يعني في الراجل، وواحد كريم هتلاقي، وواحد يعني الاختلافات الشخصية موجودة لازم نستوعبها، لازم. ممكن نهزر فيها شوية بس من غير ما تقلب، من غير ما تكتر، ولازم الناس تبقى فاهمة. لو واحد مش فاهم ما تقولش، تقولش أحسن. أذكر سيدنا البراء بن مالك، سيدنا البراء بن مالك ده أسطورة، ده من الأساطير يعني نمبر وان، مش الأسطورة اللي هي الأسطورة. سيدنا أخو أنس بن مالك، سيدنا البراء بن مالك ده كان يعمل إيه؟ لما في حالات الحرب، لما يخش حرب ويلاقي موقف كده صعب، كانت تأخذه نفضة انتفاضة، يقعد ينفض وجسمه يجي حتى يقعد عليه الرجال في موقع صح، ثم يبول في سراويله، يتبول على نفسه، ثم يثور ثورة الأسد. في معركة اليمامة حصل كده، اليمامة، ومعركة اليمامة دي معركة طاحنة من المعارك التاريخية اللي لما ربنا يطول في عمركم نوصل نحكيها. جيت في معركة اليمامة والمسلمين كشفوا في جولة من الجولات، فقال الرسول بئس ما عودتم عليه أقرانكم، انتوا عودتهم يهجموا علينا في اليمام، وخدته الانتفاضة دي وقعدوا عليه حتى بال في سراويله، اتدور على نفسه ثم هاج أسد بقى، طخ 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 طخ، وشجع المسلمين لحد ما ربنا فتح المسلمين في النهاية. ايه الطبع ده؟ ده هتقول له ايه؟ سيدنا البراء بن مالك. كل واحد له صفات شخصية، صفات شخصية لازم نستوعبها، لازم ونتعامل معاها ونبال. انا اتصور والله وانا بتكلم كده خطر في بالي، بس انا بلاش اقول يعني، الناس بيتعاملوا علشان يتعاملوا مع الحاجات دي. كان زمان واحد عمل أغنية كده عرباوي يقول لك على عيبك واخدك على عيبك، أنا بنزلس اللي أنا فاكره منها، هو دي مش عيوب، بس أنا أقول لك الناس بيتأقلموا إزاي، ياخد بيتأقلموا مع بعض إزاي، أنا هاخدك باللي فيك. فالمقصود أن إحنا وغيرنا مجتمعات هتلاقي فروقات شخصية، لازم أخد ده ولازم اخد ده، ده مختلف عن ده، مختلفين احنا عن بعض، بس في حاجه عامه تجمعنا. يعني لو واحد مثلا زي سيدنا عثمان بن مظعون وقال لا انا ما انا حافظ على هدومي، انا مش شغال الشغلانه دي، شوفوا لي شغلانه ثانيه، شوفوا لي، لا ما قالش كده، انا معاكم حاضر وانقل زيكم بالظبط، بس بدل ما اكتف على الايدين وشويه كده كل شويه مساعدين، ما ولا الشغل ما تاثرش معاك الموضوع ده يا جماعه، وما سابش اثار خلاص. بعد ما الموقع خلاص انتهى، وعثمان بن مظعون وعلي بن ابي طالب وعمار بن ياسر والصحابه حبايب كلهم تمام، خلاص الموقف يتنسى دلوقتي اهو، دلوقتي اهو. انما خلاص ايه رايكم لو سيدنا عثمان ابن مظعون خاصم عمار بن ياسر بعد كده؟
لو خصم علي ابن ابي طالب قال له انت تساوي انت اللي قلت الكلام ده. احنا اللي بنعمل احنا بنتقمص وزعلنا وحش وما بنصفاش بسرعه وبنكبر الحاجات. اصحابك سأل خلاص موضوع كلمتين واتقالوا والموقف واتحل وانتهى. انتهى الموضوع تماما. الناس اللي عندها امراض في قلوبها وفي صدورها وفي نفوسها سلامه الصدر مطلوب. دول اكابر والاكابر حتى احنا ما نخشش في وسطيهم يعني ما نعلقش كتير ولا دي ما ولا نقول عليه اي حاجه ولا عيوب ولا حاجه. ده عيوب. حد يقول على عثمان بن عفان عنده عيوب؟ احنا اللي معيوبين. احنا اللي حالتنا حاله. دول اكابر. دول صفات مختلفه وطبائع مختلفه جزاهم الله خير. اسيادنا. انا هسيب الموقف ده وهسيب لك انت تفكر فيه هتستفاد منه اكتر من اللي انا بقوله لك. بس انت ايه اقعد جري كده شويه الاحداث عشان تشوف خلاص. وبعدين دلوقتي احنا في مرحله ايه الحجاره اللي هي ايه بتاعه الاساس. والاساس حطوه حجاره مرضومه يعني فوق بعض من غير مونه ومش متساويه كتير. اساس الله. موضوع الاساس ده مهم جدا. ده نشوف النبي عشان عارف دي لازم يتاسس. لا عارف زي لما بنوا الكعبه وسيدنا ابراهيم لما بنى الكعبه واذ يرفع ابراهيم القواعد ايه من البيت لازم قواعد تحت ويترفع. كل مبنى لازم له اساس تحت. اساس البناء لازم اساس تحت عميق. لو اتبنى المبنى كده على وش الارض من غير اساس يقع يبقى ضعيف. كذلك بناء الشخص الانسان. لما تبني حد حط له الاساس جامد تحت. التوحيد والعقيده والايمان هو ده الاساس اللي هتيجي عليه بقى العبادات والتكاليف والاساس. الاساس في كل حاجه. كله شغال. اللي بيجيب حجاره واللي بيرصها واللي كله شغال. والمسجد اهو الحمد لله كل الاماكن بتعلى لحد ما هم بقى فوق الارض محتاجين مونه يحطوها بين الطوب. ومحتاجين طوب هيكملوا بيه فوق. ان الحجاره يعني تقيله وكتيره ويعني ممكن بقى بعد كده حاجه نعملها احنا هنا طوب ني. فمعاهم واحد من الصحابه اسمه طلق ابن علي اليمامي من اليمامه. احنا جبنا سيره معركه اليمامه من شويه بدون قصد. يمامي حنفي من بني حنيف كان موجود وجاي عابر سبيل اسلم بس هو لوحده. لما رجع جاب قومه بعد كده. طلق ابن علي عنده 12 حديث من الاحاديث المهمه قوي في الفقه. طلق ابن علي ده طلق ابن علي اليمامي مشهور قوي. المهم لما جم الصحابه بيعملوا مونه بقى عشان يحطوا طينه بين بيعملوها بطريقه كده ايه. فجه طلق ابن علي ده بص لهم كده مش عاجبه الشغل مش بنايين هم. فراح جاي واخد المسحاه وضرب الطين بالتراب بالرمله بالميه بالحاجات دي وقعد يقلبها كده في ناس بص له كده قال هذا اليمامي صاحب طين قربوا له الطين شيلوا ايديكم هو يعمل لكم الخلطه دي بقى. فالنبي اليوم بيعملوا ايه؟ الخلطه ما مش يعني ما 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 مش بيتقان ما عندهمش خبره. اصل الطين ده اللي يقلبه يحط ميه وبعد كده يقلب الطين وبعدين يحط ميه ويزود تراب. شفتوا انتوا البنايين بيعملوا ايه؟ دي مش اي حد يعملها. ويحط الميه في النص وينزل التراب كده من على الجنب وبعد كده ده ها؟ اسمها ايه؟ يخمر المونه ها؟ يورشوا. انا ما اعرفش اسمها ايه بس مش اي حد.
فطلق ابن علي لما لقاهم بيعملوا كده ايه زي حالاتنا حاجات كده والنبي سايبهم بناء المسجد سهل جدا. بس لما صاحبنا طلق ابن علي لقى الموضوع لا الكلام ده ما يعجبنيش مش هو كده خد الحاجات وضرب الحاجات كده النبي قال لهم هذا صاحب طين ده بنا سيبوا له بقى ايه الطين بقى هو يعمله شغلته. فقعد عمل يعني الخلطه دي والحاجات دي والنبي اثنى عليه واداله شهادات حلوه قوي في حقه يعني. وبدا الصحابه ياخدوا ويحطوا كده ايه الجدران اهي ارتفعت تمام الحمد لله. فاضل مرحله الطوب الني يلا بقى نعمل الخلطه وطوب ونسيبه بقى شويه كده ماشي عشان هنرصه صعب تعبوا في المسجد المسافه كبيره وطوب وحفر وايام شهور. لحد ما كانوا متر النبي قال لهم بقى القبله يظبطها ازاي وهم بيبنوا في الاول النبي عمل لها حسبه كده حسبه وقال له فلان انت تقف هنا وانت فلان هنا وانت هنا عشان تيجي القبلة عدلة على بيت المقدس بيت المقدس. فجبريل نزل للنبي قال له اجعل القبلة على الكعبة حدد على اتجاه الكعبة وهجيب لك على بيت المقدس عدل بس قال له حدد على ايه الكعبة يعني خلي الكعبة هي والنبي مش شايف الكعبة. يقول سيدنا عبد الله بن عمر ان جبريل قال بيده هكذا بايده زاحل الجبال كلها والشجر والدنيا كلها من قدام النبي صلى الله عليه وسلم حتى راى الكعبة وقال له حط القبلة وانت شايف وانت شايف. فعد النبي يحط القبلة يحط حجارة حديث صحيح ويحط الجذوع النخل في الاتجاه والنبي شايف القبلة ينظر إلى الكعبة شايف هي ودارة وقبلة كده حتى انتهى من وضع القبلة. فقال جبريل بيدي هكذا بإيده كده رد الجبال والشجر والأشياء إلى أماكنها. قلنا قبل كده عدة مرات ربنا مد الملائكة قدرات يعني لما جبريل يعمل كده للجبال ولا حاجة هي دي صعبة اللي مش عارف جبريل يقول دي صعبة اللي مش عارف القدرات اللي مش عارف يقول واللي عارف يقول ولا حاجة. فالنبي حط القبلة وهو شايف الكعبة بس يعني في المؤخرة والقبلة بيت المقدس بقى خط واحد. نسيت اقول لكم قبل ما انسى عشان ابنسى لو نسيت اقول هي مكانها مش دلوقتي بس بعدين. طلق ابن علي الايه اليمامي وهو بيشتغل بالطين او المية والدنيا وخبرة جيت له عقرب لدغته خبر. طب ده ايه الحل؟ يروح لسيدنا عليه الصلاة والسلام. قال له العقرب لدغتني يقول فجعل يعوذني حتى شفيت. المعوذات يقرا عليها لحد ما خلاص تمام كده يرجع تاني يكمل سلام مرتاح دلوقتي هنزهق. هو لسه ايه في مرحلة الطين اللبن عارفين القش والتراب والدنيا كلها هي دي اللي طلعت منها العقرب. لو جه لو افتكرتها كمان شويه نعيدها ان شاء الله. طلق ابن مره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وسجد فلدغته العقرب وهو ساجد فلما فرغ من صلاته قال لعن الله العقرب ما تدع نبيا ولا غيره. عارفة ان هي بتلدغ نبي قال العقرب ولا حتى زي نبي ولا غير نبي
يعني سيدنا رسول الله او العقرب تبقى عارفه ده نبي ولا غير، ولا سيدنا نبي ولا غير نبي. ثم دعا بماء وملح فجعل يضع فيه موضع اللدغه ويقرا قل هو الله احد، يقول اعوذ برب الفلق، يقول اعوذ برب الناس، حتى ذهب عنه الوجع. ماء وملح. قل هو الله احد والمعوذات، دي رقيه لدغه العقرب. المقصود ايه؟ ان طلق ابن علي وهو شغال العقرب، دي مواقف لما تيجي على بناء المسجد النبوي تقول اه الموقف ده طلق ابن علي اليمامي، عمار بن ياسر وعثمان بن مضعون، اسعد بن زراره، ابو بكر الصديق، سهل وسهيل، مواقف. والشريط يجي تاني عشان تشوف المسجد ده المسجد ده مش اي مسجد، لازم نعرف قصته، قصه بنائه. فالقبلة النبي قال لهم حطوا جذع النخل في القبلة وجعل للمسجد ثلاثة أبواب، باب ناحية شرقية ناحية البقيع، وناحية غربية ناحية المقابلة، وناحية الجنوب اللي هي دلوقتي هي مكان القبلة كان فيها باب، بقى فيه ثلاث أبواب. والنبي قال لهم حطوا كمان الأعمدة السواري جذوع نخل، وعمل ظلة في مقدمة المسجد ومؤخرته، بقى المسجد مسقوف بجريد النخل، جريد وسعف، جريد وسعف. والأول النبي صلى في المسجد وهو مفيش سقف، مفيش سقف. وبعدين الصحابة اشتكوا من الحر فعمل ظلة في الأمام وظلة في الخلف، السقف جريد، جريد وجريد وسعف. يعني عملوا ازاي؟ عملوه بقى ازاي؟ وصلوا الجريد ببعض والسعف ببعض، ربطوهم ازاي ولا وصلوهم ازاي؟ ده مسافة، اصل الجريدة مش هتكف، الجريد مش الجريده الواحده ما تكفيش الطول ده، لازم الجريد تربط وتظبط. والله اعلم برضو ده يعني مسمروه ببعض ازاي، انا بقول مسمروه كده ازاي وصلوا الجريد لحد ما عملوا منه مساحه مظله. في يعني لذلك بقول لك لازم تفكر شويه في البناء ده، عمليه يعني كبيره، البناء مش سهل. مهاجرين وانصار كله شغال وسيدنا النبي شغال معاهم في كل المراحل، زي ما قلت لك جريد لحد قدام وورا، وسابوا مكان في النص اسمه رحبه من غير سقف. وبعدين لما صلوا الصحابه نزل مطر في يوم من الايام عبر الجريد والنبي فنزل على الارض فبقت طينة، فالنبي أمر بفرش الأرضية حصبة تراب صغير كده حصبة كده ويدك كويس ويبقى مفيش فرش، كان ممكن النبي يفرشه حصبة، وساب المكان اللي في النص إيه؟ مفتوح. لما نزل بقى طينة الأرض فالنبي امرهم بتطيين السقف، الجريد يحط عليه ايه؟ طين، طين بطريقه كده عشان الميه تنزل ايه؟ تنزل في المسجد. ابواب المسجد هي ناحيه الغربيه ناحيه لما القبله تحولت القبله اتسد الباب لان دي بقت القبله، واتفتح قصاد منه في القبله القبله القديمه. هما برضو المسجد بقى له ثلاث ابواب، هما ثلاث ابواب. دلوقتي الباب الاساسي لا، الابواب كلها اتغيرت دلوقتي. اتغيرت. اللي راح المدينه يا رب يرزقنا نروح تاني وتاني. القبه الخضراء فوق بيوت النبي، فوق البيوت. انا نسيت اقول لك ابناء البيوت هقول لك كمان شويه. اطلع بره المسجد عد مثلا 30 متر.
قصاد الخبة الخط ده كان بيت أبو أيوب الأنصار. المكان اللي كان ساكن فيه أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه وارضاه. قصاد القبة الخضراء بالظبط بس إيه قدام شارع ناحية القبلة. لما الصحابة فرغوا من بناء المسجد النبي أمرهم ببناء حجرتين لزوجاته للسحيب كده سعد يعني حاجة رسمة وبسطة كده عشان تتخيل لو بيت المقدس مثلا كده فهنا قدام في ظلة وراء في ظلة وهنا حجرتين حجرة بيت وفسحة صغيرة وبعدين حجرة وبعدين تفتح على وده ممر المقصود هنا ايه ظلة دي القبلة وهنا كمان ايه ظلة وهنا رحبة يبقى هنا ظلة ظلة وهنا ظلة وكده القبلة كده بيت المقدس وكده الكعبة وفي بابين انت سالك باب هو هنا دي الناحية الشرقية اللي تطلع البقيع وهنا باب قصاده الغربية وكان هنا في باب في لما عشان القبلة كانت كده وبعد كده لما القبلة تحولت العكس سدوا الباب ده وفتحوا باب ايه؟ هنا القبة الخضراء القبة الخضراء ما هي اصل المباني ايه؟ زادت زادت المسجد بقى خلاص كبر بس عايز ايه عايزك تاخد بالك ايه الظله تضلل يعني حته تضل وساب مكان مفتوح كده ولا سبحان الله المكان المفتوح ده مهم قوي زي عند الكعبه كده ده النبي في الاصل ساب كله السقف كله مفتوح زي عند الكعبه الحاجات المفتوحه كده للسماء دي حاجه المسجد المدينه شكله برضه بيسيبوا فيه حته مفتوحه في النص هي بتتحرك ايوه اه صح المسجد النبوي فيه حتى السقف بتاعه لا ده في كل المسجد كل السقف متحرك يفتحوه احيانا ويقفلوه احيانا برضه عشان والله اعلم يفضل ان عشان ايه يفضل ان ايه حاجه تبقى مفتوحه برضه دايما يا رب افتح لنا باب للجنه يا رب كده حاجات المفتوحه دي حلوه الصحابة هم بيبنوا سألوا النبي عن المسجد يعني قال ابنوا لي عريشا كعريش موسى الأمر أعجل من ذلك وجم الأنصار بعد كده سيدنا عبادة بن الصامت بيحكي بيقول الأنصار جمعوا مال وقالوا النبي لحد إمتى نصلي في المسجد كده بسيط والمطر قال عريش كعريش موسى مكان ايه بسيط بسيط ومش عالي السقف مترين ونص يعني لو واحد جسمه طويل وهو طويل ويم يمد ايده كده يجيب السقف فتخيل بقى مبنى بسيط جدا وما فيهوش حاجه من جوه ولا الطوب العادي والطوب اللبن والاعمده جذوع النخل والسقف جريد وايه وسعف هذا المسجد اللي في بدايته واشتغلت الصلاه على كده ما كانش فيه منبر طبعا كان النبي قال لهم يحطوا جزء نخله من دول عارفين النخل اللي قطعوه فالنبي قال لهم حطوا بس ايه الجزء من دول كده على الخطبه يعني وكان النبي يخطب على كده لحد ما واحده من الانصار يعني قالت احنا نبني للنبي منبر بقى ودرجات وكده وعملوا المنبر وحطوه واول النبي ما طلع المنبر الجزع قعد يعني يحن قعد يبكي يعيط بصوت عالي الجزع النبي كان بيقف عليه
لحد النبي ما نزل وحضنه. كان يبكي على جدك بكاء الصبي بتشنهف بيعيط، انت رسول الله سبتني، انت كنت بتدوس عليا بس انا مبسوط قوي وفرحان قوي، الله انت هتسيب لي وتقف على خشب تاني غيري. فالجيز قاعد يعيط، هو نخلة مقطوعة مقطوعة، قاعد يعيط حنين الى رسول الله لحد النبي ما نزل حضنه. لا لا طبعا، ده منبر جديد غير هو الاحداث بقى هتيجي ربنا يطول في عمركم كده. المسجد النبوي تعرض يعني ايه لمواقف كتيره عبر التاريخ، يعني نجد فرصه نقولها ان شاء الله. كان في حاجه انا نسيت اقولها تاني. النبي وهو بيحط القبله حط فيها حجاره جنب والنبي امر ابو بكر يحط حجر بعد منه وعمر وعثمان، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا قال هؤلاء الخلفاء بعدي الائمه بعدي ثلاثه. طيب دي شويه دي بعض المواقف، في شويه حاجات كده لو فاتتنا ان شاء الله نبقى نجيبها تاني ونكمل. يعني طيب خلاص موضوع بقى اللي كانوا بيقولوا الصحابه اسمه رجز. رجز يعني ايه؟ يعني اشعار وقتيه غير متعمده، هي في وقتها بتتقال في وقتها. ده الرجز غير الشعر، الشعر ممكن واحد يبقى مألفه مفكر فيه ومرتبه. الرجز الارتجاز يعني الارتجاز ان واحد ان يقولوا حاجات كده موزونه بس ايه؟ وليدة اللحظة دلوقتي مش متعمد، ارتجال. فالصحابة كانوا يقولوها كده ايه ويقولوا مع بعض ويرددوا ورا بعض والنبي يقول معاهم والنبي يقول معاهم، ده بيحمس الشغل. زمان انا كنت اشوف الصعيدة وهم بيبنوا زمان، بس كانوا يقولوا حاجات ايه تانية كده. لا في حاجات يا يعني مثلا اللي انا فاكره هو ايه؟ هلا هلا هوب يا رجاله، هلا هلا هوب يا رجاله. حد سمع الحاجات دي؟ سمع على ايه؟ وتنوم شا في البريمه دي كان يقول لك صلي يعني توقف صلي يعني مالهم؟ هلا هلا. وكانوا بقى لما يقولوا الهلا شد يلا يا رجاله نار طخ ورا بعض، ما حدش يقف، مفيش وقوف، طخ ده اللي بيشيل وده اللي بيخلط وده شغل نار. ويعني زمان بقى كان لسه في اراضي فاضيه كتير والمباني كانت شغاله كتير والصعايده كانوا شغالين كتير والبنايين والحكايه كانت ايه. دلوقتي خلاص بقى لا عاد في مباني ولا عاد في هلاهيله ولا عاد في حاجه خالص. الاحوال اتغيرت، احنا شفنا الصعايده دول وشفنا وكان زمان يعني الصناعات دي رايجه، كان زمايلنا اخواننا بنايين كتير واللي بمحارين كتير واللي حداد واللي نجار واللي كهربائي والدنيا كانت ماشيه كله شغال. يقول لك كار المعمار، يقول لك كار كله شغال، واللي يعني مش لاقي شغل يروح. دلوقتي خلاص بقى لا في مباني ولا في ولا حداد مسلح ولا حداد بوتون ولا حاجات يعني في، بس دينا اتغيرت. اللي عاش ايام زمان عارف الدنيا كانت، وكان في شقق كتيره جدا زمان ما فاضيه فاضيه ورخيصه وكل حاجه. يا زمان يا يلا الحمد لله، هي احوال والله اعلم يعني ترجع تاني. بس احنا شفنا الايام دي وشفنا زي ما قلت لك الصعايده هم بيغنوا بيقولوا الحاجات دي وشغل نار يلا الحمد لله. طيب قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.